هذه اللحظات واحنا بنتكلم طبعا من خلال ترند الاهلي عبر السوشيال ميديا وبنتكلم على مباراه المريخ والاهلي. بينضم لي على الهاتف الناقد الرياضي طبعا من السودان الصحفي الاستاذ هيثم محمد علي. استاذ هيثم مساء الخير عليك. نور يا كابتن محمد ومساء الفل على كل محبين النادي الاهلي ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير وسعيدين جدا بالاطلاله عند قناتكم العملاقه. اهلا بيك. طيب عايز اتكلم معاك على استعدادات المريخ لمباراه الاهلي، اخر الاستعدادات وجاهزيه فريق المريخ، هل هناك غيابات او اصابات قبل مباراه الاهلي، واخر الترتيبات واهتمام الاعلام بالحديث عن هذه المباراه. والله حقيقه هذه مباراه استثنائيه يخوضها المريخ في ظروف استثنائيه في ظل انقسامات شديده داخل مجلس المريخ، وجود مجلسين الان المريخ لديه مجلسين، لديه مكتبين تشريعيين، لديه ادارتين. ربنا يسهل الامور. وايضا بالنسبه لمباراه المنتخب مع جنوب افريقيا والصوماني، اثر الاعداد الفريق الافريقي لم يخوض اي مباراه وديه من مباراه سيمبا التنزاني، من بعد الفريق من تنزانيا ظل استحاله تدريبات متفاوته في ظل خلافات اداريه كبيره تحسب بمصيره مستقبل النادي، خصوصا بعد ان قامت اداره الاتحاد الافريقي لكره القدم برفض شكوى المريخ في سيمبا التنزاني. المريخ الان اصبح خارج دائره المنافسه بعد بنقطه وحيده. مباراه السبت هي تعتبر مباراه اداء واجب لفريق المريخ وتحسين صورته في هذا الدور في هذه المجموعات من اجل ازعاج جماهير، خصوصا انه ممكن المباراه تكون بقيام دخول بعد موافقه الخطاط المتصله في السودان. طيب هيثم عايز اعرف، هل هناك حاله غضب او بعد طبعا رفض شكوى المريخ ضد سيمبا التنزاني بخصوص تحاليل كورونا في المباراه السابقه، هل خلاص يعني بالنسبه الامر لنادي المريخ خلاص فقد فرصه التاهل او امكانيه التاهل بعد رفض الشكوى؟ عايز اعرف الاجواء وردود الفعل في نادي المريخ بعد رفض شكواهم ضد سيمبا اللي كانت تقدم بها المريخ خلال اليومين اللي فاتوا. والله يا محمد اصلا اتحدث معك بكل صراحه، الان فريق الكوره او نتائج الفريق هي اخر اهتمامات اهل المريخ او جماهير المريخ، الان كل الاهتمام مصطب حول تغيير هذا المجلس الذي انقضت مدته منذ 3 أشهر أو 4 أشهر في ظل تعمق رئيس اتحاد الكره السوداني دكتور كمال شداد الذي يصر على اكمال هذا المجلس، او رئيسه السيد سداد الذي يحظى بخلاف كبير من كل اهل المريخ. المريخ اقام جميع اجازه النظام الاساسي، يعني حتى خبر الشكوى، يعني كل الامور الان وكل التركيز مصطب حول انتهاء مجلس هذا المجلس وتعيين قيام مجلس جديد لاداره هذا المريخ في ظل الخسائر الكبيره وفي ظل النتائج السيئه وفي ظل يعني انا مهما شرحت لك او وصفت لك ما حشرح لك المرحله اللي مر بها نادي المريخ يمكن منذ تاريخه تاريخ المريخ حتى الان لم يمر بمرحله مثل هذا المنعطف وهذا السوء وهذا عدم اللامبالاه من كل اهل المريخ بدون استثناء. طيب طاقم التحكيم لهذه المباراه بقياده الاثيوبي بمملكه سيما وصل السودان؟ طاقم التحكيم سيصل فجر غدا في الخطوط الاثيوبيه، هو طاقم تحكيم هجين مختلط، احنا بنقول عليه هجين، حكم الوسط من اثيوبيا، المساعد الاول سيكون من تشات من ام جميل سيصل ايضا بالخطوط الاثيوبيه، وايضا المساعد الثاني سيكون من يوغندا، بجانب مراوغ المباراه سيكون من تنزانيا والمراقب العام سيكون من جنوب افريقيا. تمام. لي كلارك المدير الفني الانجليزي لفريق المريخ لسه متولي المسؤوليه فعنده دوافع الفتره الجايه، يعني شايف تولي مسؤوليته خلال الفتره الاخيره مع فريق المريخ ممكن يقدم ايه في مباراه الاهلي، او ممكن هو على المستوى الفني يقدر يعمل ايه في مباراه الاهلي في ظل طبعا القوام او اللعيبه اللي هتكون تحت ايده في هذه المباراه؟ والله هو مدرب حديث العهد بالقاره الافريقيه ناهيك على الدوري السوداني واجواء الكره الافريقيه والبطولات الافريقيه، او هو حديث في المسيره التدريبيه، يعني هو منذ احتفل كره القدم حتى الان صار تمضي سنتان على اعتبار كره القدم، هو مدرب شاب مدرب مغمور مدرب طموح ولكن يفتقد الخبره الكافيه لهذه الاجواء المغربيه، ولكن هو يعمل على صناعه اسم مع تاريخ المريخ يعاني كما تعلم ويعلم الجميع عدم استقرار فني. بدينا هذا الموسم مع الفرنسي جوميز الذي تحول الى سيمبا التنزاني، ثم جاء نصر الدين النادي، ثم مدرب وطني، ثم بيك مارك الانجليزي. نتمنى ان له ان يحقق التوفيق، ولكن في ظل الاجواء المحيطه بفريق الكره في ظل الغيابات في ظل الخلافات، الان هداف الفريق سيف تيري الذي سجل 4 أهداف في الدور الاول يعاني من مشاكل في عقده، وهناك انباء تتحدث عن تحوله الى نادي منافس نادي خلاف. بالتاكيد اي مدرب اذا حضر في هذه الظروف لن يستطيع ان يترك بصمته ولن يستطيع ان يفتح تاريخ يرضي طلعات هذه القاعده التاريخيه الكبيره. تمام. وضع يا هيثم انك مش متفائل خالص. الوضع
زي متأزم والله، متأزم خالص زي موضوع صد النهضة كده. لا إن شاء الله الأمور هتبقى أحسن إن شاء الله الفترة الجاية بإذن الله. ربنا يسهل إن شاء الله. لكن هي بكل تأكيد هي مباراة احتفائية. النادي الأهلي فريق كبير، فريق القرن، بطل أفريقيا، فريق الله يخليك. أقاف كثير عن الأجواء السودانية. يمكن آخر مباراة جمعة المريخ والأهلي المصري كانت المباراة دي على شرف تشريف، على شرف تتويج رئيس المريخ الدكتور جمال الوالد بالرئيس الرئيس الشعبي عبد الرحمن صدر الملاعب. كان هناك علاقات زي علاقات وديه، الاهلي عنده محبين في كل مكان في السودان. انا اتمنى ان تخرج المباراه في اطار الروح الرياضيه، تكون مباراه ترضي طلعات القادمه. الاهلي دائما يلعب للمصطفى، يمكن النتيجه الاخيره امام بيتر كلوبس في الثلاثيه المباشره تؤكد انه هذا النادي يسير في الطريق الصحيح باذن الله ان شاء الله. نتمنى ان يقدم المريخ مباراه يحفظ بها ما تبقى من شهور في هذه الزميل العزيز والناقد الرياضي السوداني الأستاذ هيثم محمد علي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. ويمكن قربنا شوية من الصورة داخل نادي المريخ السوداني قبل مباراته مع النادي الأهلي، لكن في النهاية كل هذه المعلومات وكل هذه الأخبار تخص نادي المريخ، لكن النادي الأهلي عارف هدفه وعارف طريقه، وإن شاء الله يعمل مباراة كبيرة ويحقق الثلاث نقاط قبل الجولة الختامية مع سيمبا التنزاني في القاهرة.